شخصية من المجلس العسكري في يوم من الأيام احنا سقفنا له عشان عظم لروح الشهداء. النهارده طلع بيتكلم بطريقة مرفوضة. النهارده طلع بيشكل علينا. مش هو اللي يقول لنا احنا نعمل ايه، هو اللي يسمع احنا عاوزين ايه. المجلس العسكري مش جاي عشان يحكمنا، احنا قعدنا 32 سنة في قهر. مش هما اللي هيجوا يحكمونا ولا هما اللي يقولوا لنا احنا عاوزين ايه. هما يسمعوا اللي احنا نطلبه. اللي هو الفنجري لازم يطلع يعتذر للشعب المصري ان هو بيكلمهم بالطريقة دي. الدكتور شرف لو مش هيعرف ينفذ المطالب بتاعت الثوار يعتذر. شاب صغير من الثوار اسمعوه، ده القلب النابض بتاع الثورة برضه. شكرا يا جماعة. أنا مش حاسس بالتغيير. شهر مبارك جنة مشير. أنا مش حاسس بالتغيير. شهر مبارك كنا مشير. يا مشير صبرك صبرك. يا مشير صبرك صبرك. بكره احنا هنحفر قبرك. بكره احنا هنحفر قبرك. يا مشير صبرك صبرك. يا مشير صبرك صبرك. بكره احنا هنحفر قبرك. بكره احنا هنحفر قبرك. التحرير كان اسم ميدان. التحرير كان اسم ميدان. أصبح للشهداء عنوان. أصبح للشهداء عنوان. ساكت 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 ليه؟ ساكت 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 ليه؟ خدتي حقك ولا إيه؟ خدتي حقك ولا إيه؟ ساكت 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 ليه؟ ساكت 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 ليه؟ خدتي حقك كم جنيه؟ خدتي حقك كم جنيه؟ بس بس أحلى بس تحيا مصر. ارفع كل رواق مصر. دول اطفالها الحرر مصر. مصر يا عم. لا صوت له. مصر يا عم. رجالك هم. شبابك هم. بناتك هم. دول علشانك شالوا الهم. ارفع ايدك فوق.
نعلمه من هدف تحكوا علينا بالتحية هو المصري ملهوش نية اضرب اضرب بالرصاص